عاد اسم سوناطراك ليتداول بقوة هذه الأيام، فلم يخلو اجتماع للحكومة من الحديث عن هذه الشركة والتشديد على ضرورة دعم استثماراتها وحتمية جعلها مغرية وجاذبة للشركاء الأجانب، وهو ما لخصه مسؤولو المجمع البترولي بمطالبتهم التعجيل في الإفراج عن القانون الجديد. وبالحديث عن القانون الجديد والإفراج عن خطوطه العريضة، فقد اعتبره الخبراء بمثابة طعم أثبت فعاليته حتى قبل رمي السنارة، فبمجرد الكشف عن بعض نقاطه رأينا رحال كبريات شركات الطاقة كشيفرون وإكسون موبيل تحط في الجزائر تباعة. هذا أعطى كذلك يعني صورة واضحة على إمكانية النجاح والاستثمار من خلال التنويع في أنماط التعاقد، كذلك أنه تبسيط إجراءات التعاقد، ومن بين تبسيط إجراءات التعاقد وهو أنه تصبح سوناطراك هي المتعاقد الأساسي مع الشريك، وكذلك نتجاوز أنه إشكالية أن تكون النفط هي المتعاقد. قطاع الطاقة الجزائري عاد للتحرك بقوة في الخارج أيضا، فبعد أن وقعت سوناطراك عقد إنشاء مجمع للبتروكيمياء بتركيا مع شركة رونيسانس، ها هو المسؤول الأول عن القطاع يحزم أمتعته للمشاركة في أكبر منتدى للبلدان المنتجة والمصدرة للغاز المنعقد بروسيا، وهو البلد الذي أصبح اليوم يرغب في أخذ حصته من سوق الاستثمار بالجزائر. لما نجد أن سوناطراك أنها اليوم مدعوة يعني كي ك ك ك كمتعامل رئيسي في منتدى وملتقى الغاز والطاقة الروسي كضيف مهم جدا على مدى أسبوع، وسوف تكون هناك محادثات معمقة مع مختلف الشركات الروسية. هذا أيضا يعطي صورة أخرى على أن الاهتمام لا ينصب فقط على الشركات الأوروبية أو الشركات الأمريكية، إنما أيضا الشركات الروسية الآن أصبحت من المهتمين الأساسيين بالفضاء الطاقوي والمنجمي الجزائري. صراع النفط والغاز بلغ أشده، فلم يعد استخراج المادة من باطن الأرض كافيا للعيش وسط هذا الصراع وللصمود، وجب أن تتحد مع من له في التكنولوجيا والخبرة معرفة وباع، وهو ما يبدو أن مسؤولي البلد استوعبه جيدا. يعني نشهد الشهادة.